العزم المؤثر في ملف يمر فيه تيار كهربائي موضوع في مجال مغناطيسي منضبط. أولا يبين الشكل سلك مستطيل الشكل يسري فيه تيار كهربائي وموضوع في مجال مغناطيسي، لنفرض أنه معلق وقابل للدوران حول محور ميم ميم فتحة. الآن كل ضلع من أضلاع السلك يتأثر بقوة مغناطيسية كالآتي: عند المسار ألف باء، لنرسمها الآن، هذا المسار ألف باء يسري فيه تيار كهربائي إلى الأعلى، هذا هو التيار الكهربائي. المجال المغناطيسي الآن بهذا الشكل. الآن سوف نسير من تاء إلى غين بهذا الشكل، هذه مع عقارب الساعة. إذا نختار المحور السالب، وهذا هو المحور السالب الثالث الذي بينهما باتجاه زين السالب. إذن قوة ألف باء باتجاه زين السالب. عند المسار باء جيم، الآن نأخذ المجال المغناطيسي بهذا الشكل والتيار أيضا بنفس الاتجاه. إذن هنا التيار وهنا المجال المغناطيسي، وهنا يتبين لنا أن الثيتا هي عبارة عن صفر وجاب الصفر صفر. إذن القوة تساوي تاء في لام في جاب في غين في جاب الزاوية ثيتا، وتساوي جيب الثيتا وهي صفر لأنه لا يوجد زاوية ما بين التاء والغين. إذا كل القوة صفر. الآن عند المسار جيم دال، أيضا المجال المغناطيسي بهذا الشكل على اليمين والتيار الكهربائي للأسفل بهذا الشكل. الآن هاي غين وهذه تا. من التيار الكهربائي إلى المجال المغناطيسي وهو عكس عقارب الساعة، إذا نبحث عن المحور الموجب الثالث. إذا هذا هو القوة الموجبة وهي زين الموجب. إذا قاف جيم دال زين الموجب. الآن عند المسار ألف دال، نرى أن اتجاه التيار بهذا الشكل واتجاه المجال المغناطيسي بهذا الشكل، الزاوية بينهما 180 درجة، جيب 180 صفر. إذن قوة ألف دال أيضا صفر.